لطفي قزدغلي رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجوية التنمى الفلاحية بنابل. بالنسبة بالموسم زيتون سنا السوق مخير مع من عاولة وشوية تقريبا عنا 4% زيادة. الموسم فات كنا عنا 58,000 طرناتا زيتون تقريبا ما عاد 11,000 طن من الزيت، وسنا إن شاء الله معناها بوادر باية 62,000 طن بما عاد تقريبا 12,000 طن من الزيت. الحالة توك عادية، عدينا فترة صعيبة في الصيف جويلة أوت معناها في جفاف، الفلاح الكل سقا ومعناها ري تكميلي. ننتظر إن شاء الله الكمية الزيت تكون طيبة سنا، وإن شاء الله أسعار كيف كيف تكون بتناول المواطن وشوية باهية للتصدير. فهمت؟ بالنسبة للزيتون الميدة تقريبا عندنا 1200 هكتار، الإنتاجية إن شاء الله شكون السنة كيف كيف خير من عمناول، عمناول 4800 طن، السنة إن شاء الله نتحصلوا على 5600 طن، والجودة خير من عمناول، علاش الموسم فارط عدى في ظروف طيبة طيبة الغاية، دونك الفلاحة بذلوا مجهود كبير نظرا لأن معناها عندهم مربوح، دونك وفرت لهم مربوح لجيابهم، دونك السنة تحاول بكدا في التقليل في المداوات في الري كل شيء، إن شاء الله الموسم تعدى في احسن ظروف، واحنا مبرمجين ان شاء الله الجمعه الجايه مع الولايه نعمل جلسه العمل باش نحدوا انطلاق الموسم ونشوفوا معناها الصعوبات تاع الموسم فارت، وباش نحاولوا الجمعه الموسم هدايا جميع معناها المشاكل تاع الناظر لها في الموسم فارت، سلسنا معناها كل باش نتعداوها ونتعدى الموسم في ظروف حسنه.